مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم إلى كلام مباشر على الهواء مباشرة عبر الشروق الإخبارية. اليوم سوف نتحدث عن زيارة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى الجزائر، حيث أعرب عن تقدير بلاده لموقف الجزائر المتزن حيال أزمة أوكرانيا، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة موسكو. قبل ما ندخل إلى الاستديو بدقائق قليلة، كان هنالك تقرير عن مسؤولين للمخابرات الأمريكية يتحدثان فيه عن هذه الحرب في أوكرانيا، وهؤلاء يعني هذين المسؤولين رفيعا المستوى بأجهزة المخابرات الأمريكية اليوم الثلاثاء، قال بأن الحرب الروسية المستمرة منذ 3 أشهر في أوكرانيا وصلت نوعا ما إلى طريق مسدود. وحسب هذا الجلسة دائما في مجلس الشيوخ، فإن أفريل هينز مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تقول بأن الروس لا ينتصرون والأوكرانيون لا ينتصرون، وصلت الحرب نوعا ما إلى طريق مسدود، ويبدو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل أو يراهن على صراع طويل الأمد في أوكرانيا. ما محلنا من الإعراب في ظل الحديث عن صراع طويل الأمد؟ إذا كان البعض يقول بأن بوتين يعول على ضعف عزيمة الغرب، فهل نقل سيرغي لافروف اليوم إلى الجزائر هذه النظرة لبوتين بأن الغرب سوف تضعف عزيمتهم، وهذا الموقف المتزن والموضوعي للجزائر سيستمر طويلا؟ هل سيستمر طويلا؟ هذا هو السؤال. وسنتحدث عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العلاقات بين البلدين، خصوصا أن سيرغي لافروف يتحدث عن شراكة استراتيجية جديدة. فما معنى هذا الكلام؟ أطرح هذه الأسئلة على ضيفي هذا المساء في كلام مباشر، الأستاذ مراد شنايط أستاذ جامعي في الاقتصاد، مرحبا بك سيد شنايط. شكرا على الاستضافة. وعلى الأستاذ رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بك أستاذ رضوان. مرحبا، شكرا لتلبية الدعوة. صراع طويل الأمد، يعني ما الذي نقرأه أولا في زيارة لافروف من حيث التوقيت ومن حيث الشراكة الاستراتيجية؟ أبدأ معك دكتور بوهيدل. لا، هو الأكيد أنه هي زيارة مهمة يعني بكل المقاييس بالنسبة للجزائر وبالنسبة إلى روسيا. يعني سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، نتحدث على دولة عظمى، ما نتحدث على أي بلد، وزيارة يعني تقليدية كلاسيكية وتمتين العلاقات الثنائية إلى آخره. لا، هذه روسيا سياق العام، الحرب الروسية الأوكرانية، العقوبات خاصة المسلطة على روسيا، وهنا أين نحن من كل هذا؟ يعني أين الجزائر؟ يعني مع من ستكون؟ يعني من خلال القرارات الأخيرة لمجلس الأمن والجمعية العامة، يعني الجزائر دائما رفضت إدانة روسيا. أعتقد أنه الزيارة أيضا تحمل عدة رسائل لعدة دول، للاتحاد الأوروبي، ما نقولش للولايات المتحدة، ربما لدول قريبة منا في إفريقيا، حاولت الترويج مؤخرا أنه هناك فتور في العلاقات، وأن الجزائر بدأت يعني تغير موقفها تجاه روسيا. أعتقد أنه هذه الزيارة يعني قضت على كل التأويلات السابقة. أكيد هناك أمور استراتيجية، رانا نتحدث على شريك استراتيجي تقليدي، يعني حتى قبل الاستقلال، يعني منذ 1960 روسيا، يعني خبراء الروس مثلا ساهموا في نزع الألغام اللي كانت موضوعة الحدود، وواصلت ذلك بعد الاستقلال. وأنت تعلم أخي قادة، يعني حتى خبراء الروس يعني واصلوا في تكوين الجيش الروسي الجيش الجزائري، وتكوين في مجالات أخرى. يعني هو شريك استراتيجي، ولافروف اليوم تحدث على يعني ورقة طريق جديدة، شراكة استراتيجية جديدة. شراكة جديدة يعني أكثر من الموجودة حاليا. أكيد هذه الرسالة. بمعنى ماذا نتوقع فيها؟ يعني هل من السهل، مانيش نقول من اللائق لأنه مانيش عارف اللائق لا تنفع في السياسة ولا، بس هل من السهل الحديث عن شراكة استراتيجية من العاصمة في الجزائر؟ ومن يتحدث عنها؟ لافروف، وتعرفوا بلي لافروف يعني بوتين، ليس هو بوتين، صحيح، يعني هو أحد مفاتيح سياسة الدب الروسي، صحيح.
فالدب الروسي مع الغول الامريكي ولا مش عارف كي يقولوا الامريكا يوصف بيناتهم، فصراع الفيالة احنا مش حابين نكونوا كالحشيش الذي يتطاحن. وفي نفس الوقت الجزائر عندها مكانة، وإلا لما جاء لافروف بعد بلينكن باش يحدد الموقف تاع الجزائر أو يعرف يعني. لا المسألة لا هي مسألة حساسة بالنسبة لروسيا، يعني موقف الجزائر، يعني هناك تسابق غربي روسي صيني من ناحية أخرى على الموقف الجزائري. وحتى الحديث عن يعني هي مرة مرور الكرام لكنها مهمة، أو يدعم حتى في مواقف الجزائر في أمور أخرى مثل الأزمة في الساحل، وتحدث على اتفاقية 2015 أول مارس 2015 المتعلقة بمالي ودعم هذه الاتفاقية، ما يعرف باتفاقية الجزائر. وربما الحديث عن يعني قضايا أخرى مثل الصحراء الغربية، يعني ليس كل ما يحدث يعني في هذه المحادثات يقال هذا شيء كان دبلوماسية رسمية والدبلوماسية الغير رسمية، لكن الأهم اليوم أنه لافروف ربما يعني قطع الشك باليقين بأنه علاقتنا، علاقة الجزائر وروسيا طيبة جدا، والحديث عن علاقة استراتيجية يعني الحصرية، هذا هو المعنى تاعها. يعني سيكون للجزائر الحصرية في أمور كثيرة، تكنولوجية عسكرية تقنية، في يعني الاتفاقية القادمة. يعني كانت اتفاقية صح استراتيجية في 2001 على ما أعتقد، لما نتحدث في 2022 على اتفاقية جديدة أكيد سيكون فيها الكثير من الجديد. صحيح. والرئيس السابق بوتفليقة زار موسكو مرتين، وبوتين زار الجزائر أيضا. طيب الآن أستاذ شنايط، إذا دخلنا الاقتصاد هو يتحدث عن 3 مليارات دولار كحجم تبادل، ولدينا أفاق أوسع اللي هو كاين بزاف شركات روسية مهتمة، زيادة على ناقشنا ملفات دولية ومزيد من التنسيق في إطار أوبيك بلس والدول المصدرة للغاز. الجوانب الاقتصادية إلى أي مدى تحكم هذا الموقف الذي تصفه موسكو للجزائر بأنه موقف متزن وموضوعي؟ أولا الجزائر من خلال مختلف اللقاءات التي جرت على مستوى الدبلوماسية الجزائرية، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى وزارة الخارجية، هناك عبارة عن عدة دبلوماسيين زاروا الجزائر في الآونة الأخيرة. كل طرف من الأطراف يريد أن يكسب ماذا علاقته مع الجزائر باعتبارها بلد محوري في العملية، لأن الجزائر هي البلد الأقوى في إفريقيا، وكذلك توجد على حدود الاتحاد الأوروبي، والصراع هو صراع ما بين روسيا وأوكرانيا، لتعتبر أوكرانيا أحد دول القارة الأوروبية حقيقة، ليس من الاتحاد الأوروبي ولكن القارة الأوروبية. الآن الشراكة الاقتصادية ما بين روسيا والجزائر بطبيعة الحال هذه الشراكة أكثرها شراكة من ناحية السلاح، أي أن العتاد العسكري الجزائري يعتبر أغلبيته إن لم نقل كله هو عبارة عن سلاح روسي. إذن أولا فمن ناحية الاستراتيجية من غير الممكن على الجزائر أنها تكون ضد شريك وشريك استراتيجي من ناحية الأمنية، وبالتالي كان لابد أن الجزائر يكون موقفها موقف متزن في هذه العملية، وبالتالي لا تحاول بأي حال من الأحوال أنها تفوت الخط الذي هو مرسوم في الدبلوماسية الجزائرية. يعني ليس أمامها إلا أن يكون موقف متزن وموضوعي. ليس أمامها إلا أن يكون لأن هناك لما نشوف هناك ضغوط من بعض الدول على الجزائر لبيع الغاز للاتحاد الأوروبي عن طريق قنوات أخرى، أي عن طريق القناة التي تم إغلاقها من الدولة الجار والذهاب إلى إسبانيا. وهناك كذلك بلد يورد لنا سلاح ويعتبر السلاح الجزائري أغلبيته سلاح روسي، لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نكون ضد هذه الدولة الاستراتيجية، والعلاقتنا هي علاقة قوية وقوية منذ وإن كان في الزمن. نقطة الغاز حتى وإن أرادت الجزائر يعني من حيث الإمكانية هي لا تستطيع أن تعوض الإمدادات الروسية. هو هذا الصراع هو عبارة عن صراع كسب الأكبر دول المواقف لأكبر دول، لأن لماذا؟ لأن الحرب هي حرب طويلة. هذا اللي قالوا المخابرات الأمريكية اليوم، هي حرب طويلة، وبالتالي ما دام حرب طويلة أي واحد حتى لو كان 0.01 نستفيد منه يجب أن ينضم إلى التحالف. الآن باش نكونوا واضحين والمشاهد يفهم، عندنا موسكو راهي عندها قائمة، سيد بوتين عندها قائمة داير الأعداء والأصدقاء، ونفس الأمر في واشنطن الآن.
فالجزائر يبدو بأن موسكو تضعها في قائمة الأصدقاء، لأن الموقف المتزن الموضوعي يفسر على أنه أقرب إلى موسكو من الطرف الآخر. وإن كان بلينكين جاء هنا والرئيس الإيطالي جاء هنا والرئيس تبون سيذهب إلى إيطاليا سيذهب إلى موسكو، فالمسألة إلى أي مدى يمكن أن نحسب الخسائر يعني الإيجابيات والسلبيات في كلتا القائمتين؟ شوف الجزائر عند أول لازم نعرف أن الدولة الجار عندها سلاح أمريكي. أمريكي وهي تريد أن تكون وكيلة نيتو هنا في المنطقة. صح. وعندها كذلك سلاح الكيان الصهيوني. وبالتالي وبيغاسوس وغيرها. وبالتالي أصبح ليس لزاما ممكن أنه من بين الاتفاقيات أو من بين المحادات كيفية تطوير السلاح الجزائري أو بسلاح متطور أكثر من السلاح الموجود الآن أو الذي تم توريده إلى الدولة الجار. يعني هذه تكون من بين النقاط هذه رسميا يعني حسب تخميني أنا. وإن كان الجزائر لم تذهب إلى المورد الروسي والتحالف في الناحية العسكرية إلا لأن أمريكا أغلقت الطريق، أمريكا تمتلك السلاح والمساعدات في مقابل تشتري مواقف في فلسطين وغيرها. ثم النقطة الثانية واضحة هي منظمة الأوبك اللي الجزائر هي عضوة فيها. صحيح. وبالتالي موقف الجزائر مهم، وكذلك موقف روسيا مهم، وموقف بعض الدول العربية دول الخليج مهم، وكذلك هناك محاولة لأن هناك من يتكلم على خط يأتي من نيجيريا نحو بعض الدول للذهاب إلى أوروبا، وبالتالي هي حرب علاقات وضغوطات. هناك صحيح. مواقف لدولة دولة أوروبية مثل إسبانيا وإن كان موقف تاعها مع الصحراء الغربية ثم تغير الموقف إلى موقف ضد الموقف الأول. إذن هناك تجاذبات وتطورات سياسية واقتصادية تحكمها ماذا؟ مدى اتزان المواقف ومعرفة كيفية السير نحو هذا الأمد. هو الآن إلى أي مدى يبقى هذا الموقف متزن لأن الصراع طويل الأمد؟ لا هو سيبقى متزن. أعتقد أنه سيبقى متزن حتى خليني نقول يعني صراحة راه مايل إلى روسيا. هذا شيء ماناش ضد أوكرانيا لكن رانا ربما ضد ما يقوم به الغرب، لأن الخصم الأكبر هنا هو الاتحاد الأوروبي، راه تحت ضغط الولايات المتحدة من أجل مثلا وقف توريد الغاز، والاتحاد الأوروبي اللي خاسر في القضية. العودة إلى الجزائر دائما يعني قبل 3 أيام أو 4 أيام مسؤول ألماني صرح أنه أن ألمانيا تفكر أن تستورد الغاز من الجزائر ابتداء من 2024 لتعويض ربما أي تذبذب من الغاز الروسي، مع العلم أنه مسألة التعويض هذه علميا وتقنيا يلقت أن ينضبطوها، لأنه كل الخبراء أو معظمهم على الأقل يقولون ما تنقله الجزائر إلى كل أوروبا لا يساوي ما كان ينقله أنبوب واحد من صحيح. روسيا إلى أوروبا. صحيح. لا هو كان 14 دولة من أوروبا تستورد من روسيا أكثر من نصف، أكثر من 50% من بينها ألمانيا، 55% من الغاز ودولة صناعية وكبيرة، 55% كامل من روسيا. الجزائر ما تقدرش تغطي 55% ولا 5% ربما 5% لكن 55% وإلا لكانت أوروبا يعني وقفت توريد الغاز من يعني رضخت إلى الولايات المتحدة ووقفت في, 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 في هذا المجال فقط. فضل نقاش مفتوح. هم لا يريدون تغطية العجز الموجود. الدول الغربية الآن تريد فقط أنها أن تحسب المعركة في شهر مثلا معين، تكون هناك جلب لمختلف المواقف، توريد للغاز الماكس كما نقولوا احنا من كل الدول حتى لأنه لا يغطي روسيا، والضغط على روسيا لمدة شهر عدم الشراء منها الغاز، مع أنها حيصير لها أزمة داخلية، وبالتالي استغلوا هذه الأزمة الداخلية نحو ماذا؟ إما محاولة انقلاب قلب النظام أو احتجاجات أو الضغط على رجال الأعمال الروسيين، معناتها محاولة داخلية. يعني بلينكين يتحدث عن حرب إلكترونية وأمريكا تدافع عن أوكرانيا. غلق ماذا؟ محاولة غلق ماذا؟ غلق روسيا في قوقعة معينة، وهذا اللي ما زال ما تم إلى حد الآن. وبالتالي روسيا تريد الآن
أن تضمن مختلف الأطراف على أنها باقية معها في هذه العملية ولا يكون أي محاولة. وفسرت هذا هو معنى الموقف المتزن، فسرت بيع الجزائر أو الزيادة في الكمية تاع الجزائر للغاز لإيطاليا على أنها زيادة تجارية فقط وليس زيادة عدائية. لأن الموقف المتزن هذا هو هذا التفسير، يجب أن كل حسابات تكون دقيقة بدليل أنه أي خطأ في الاتجاه أكثر من الاتزان نحو موسكو سوف تدفع ثمنه من الغرب، خاصة نحو موسكو بدليل ما وقع لرئيس وزراء الباكستان والسودان وكل الدول التي تقريبا أيدت موسكو بشكل كبير ومباشر، فكلهم إما سقطوا عن طريق انقلابات داخلية في فترة قصيرة وإما سيدفعون الثمن إن آجلا أو عاجلا. تبقى المسألة الآن شراكة استراتيجية، يعني أن الطرف الروسي يطرحها الله يسهل عليه، لأنه في مرحلة جمع الأصدقاء وإثبات للرأي العام الدولي بأن هؤلاء الحلفاء التقليديون لن ينقلبوا على موسكو. ولكن احنا كجزائريين يهمنا موقف الجزائر، الى اي مدى تعتقدين بان هذه الشراكه الاستراتيجيه الان طرحها سوف يناسب الموقف الجزائري حتى زياره الرئيس الى موسكو؟ يعني هل ستكون في القريب؟ هل سوف يعني قيلت اعلاميا فقط لانه جرت العاده الدبلوماسيه انه يجي وزير الخارجيه فيجيب دعوه معاه من رئيس ولكن المساله تبدو حساسه في هذا الظرف. لكن اسمح لي اخي قاده، لكن فلاديمير بوتين ما يوجهش الدعوه لكل الناس، هذا شيء معروف. صح. يعني حتى يتحرك لافروف لعده دول ماشي وين ما يروح. انا اتفق معك دبلوماسيا بروتوكوليا على الاقل يكون هذا التصريح، لكن بالنسبة لروسيا في هذا السياق أثناء الحرب أثناء هذا الصراع الطاقوي اليوم، الجزائر من ناحية، دول الخليج من ناحية، روسيا من ناحية، الاتحاد الأوروبي، ضغط الولايات المتحدة، هي زيارة غير بريئة. هي هذه الزيارة ما راحش نقولوا زيارة يعني عادية وتقليدية بمناسبة العلاقات، يعني زيارة غير عادية يعني أكثر من غير بريئة، مش تفهمش غير بريئة فيها حتى فيها مجال مثلا القضية الليبية، لانه هي الاكيد انه دخلوا على امور كثيره، تدرس كل المواقف الان. القضيه الليبيه فيها دخل لروسيا، وبالتالي الجزائر تهمها الاستقرار في ليبيا. صحيح. والاستقرار في ليبيا والجزائر اظهرت موقفها المباشر الان في ليبيا، وليبيا لها غاز. صحيح. كذلك ساحل أيضا. مالي هناك موقف معين، وروسيا لها دور الان. صحيح. اصبح لها دور في مالي، كذلك في افريقيا تعوض فرنسا، هي اصبحت الجزائر لا يخدمها تواجد فرنسا في افريقيا. هذه السياسه دونون. ماذا سنستفيد من روسيا، وروسيا ماذا ستستفيد من الجزائر؟ روسيا ما راحش تتصدق على الجزائر بزياره ولا باتفاقيه استراتيجيه، ولا واش معناتها اتفاقيه استراتيجيه؟ كيفاش نفسروها؟ حسب اعتقادي هي الحصريه في بعض الامور، خاصه فيما يخص السلاح. ربما راح يكون عندنا سلاح ما راحش يكون عند كل دول، ولا ربما اي دوله كما الاس 400 او 400 اللي هو صواريخ الى اخره، كاين غير الجزائر. اخر يعني الاسلحه فيما يخص السوخوي، الجزائر اولى الدول اللي مضات عقود مع روسيا. هذا واش معناتها شريك استراتيجي؟ فما بالك انه يتم تدعيم هذه الشراكه بشراكه جديده اكيد فيها نقاط اخرى تتماشى مع الظروف الحاليه. ما نساو ما نقدروش نلغيو نقولوا لافروف تحرك الى الجزائر ولا تونس ولا النيجر ولا اي بلد دون الحديث عما يحدث في اوكرانيا. حتى في تصريحه قال نقلت يعني الى الرئيس تبون يعني الموقف وما يحدث تحديدا. هذا على الاقل هناك تنسيق ما بين طيب هذا البلدين. التنسيق بين الجزائر وموسكو ايضا سببه العلاقه المتوتره مع واشنطن. يعني البعض يقول بان العلاقه مع امريكا متوتره، الولايات المتحده قررت الاعتراف بسياده المغرب على الصحراء المغربيه، وان كان الامر يعني شفنا بان فيه وعليه مع تغريده ترامب ثم تم التراجع عنها، ولكن المساله بدات يعني في توتر زياده على ان واشنطن دائما تنظر الى حلفائها في المنطقه على انهم وكلاء للولايات المتحده ينفذون السياسه. بدليل غدوه كاين وزاره الخارجيه المغربيه قالت ان مدينه مراكش سوف تستضيف غدا الاربعاء الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمه تنظيم داعش.
بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي. يعني الوزير الخارجية الأمريكي سيكون في المغرب بعد ساعة من وجود الوزير الخارجية الروسي في الجزائر. وقالت بأن هذا التحالف سوف يكون فيه توجيهات وأجوبة ملموسة لمواجهة تصاعد مادة التطرف في إفريقيا. وقبل أيام تم القبض على واحد وصف بأنه قيادي في داعش بتنسيق مع المخابرات الأمريكية. يعني المسألة تبدو بأن العلاقات، هل إذا تحدثنا عن شراكة استراتيجية فيعني ينسحب الأمر على أن هنالك توتر مع واشنطن برأيك؟ هو توتر مع واشنطن لا أظن بهذه الطريقة، لأن ما دام كان زيارات لمسؤولين أمريكيين للجزائر معناها أن لا يوجد هذا التوتر بالصفة الكبيرة. صحيح. ولكن التوتر مع الدولة الجار هو الذي موجود، وبالتالي هذا التوتر يجعل جميع الأطراف إما مع الجزائر إما مع هذه الدولة الجارة ما فيما يخص مواقفها. وهنا لاحظوا أن روسيا الزيارات الدبلوماسية أكثر إلى الجزائر مقارنة بالدولة الجار، بينما الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني زياراته إلى هذه الدولة أكثر فيما يخص منه، وبالتالي تبان المواقف من هذا الأساس. ثم احنا في الجزائر موقفنا اولا متزن، نظرا لان مداخلنا من البترول والغاز تسمحنا اننا نواجه اي ازمات حاليا. ثم ان روسيا لها كذلك منتوج معين من القمح وكذا، لممكن أننا إذا كانت أزمة قمح ولا مواد أولية في هذا المجال أن التمويل لنا احنا يكون سهل مقارنة بالدول الأخرى ما دام كان تحالف استراتيجي. لأن أن تمويل في ظل الحصار الموجود حاليا، هي ما دام كاين دول أنها كاين دول لحد الآن هي رافضة هذا الحصار، معناتها تقبل أنها تمول الحقيقة في الدفع. لأن إذا كانت هي تمول الغاز، لماذا أنا كجزائر نحتاج إلى القمح؟ أنت تحتاج الغاز كأوروبا، لماذا أنت لا تقطع الغاز عليك؟ كما أنت تحتاج الغاز بالنسبة لك استراتيجي، أنا القمح بالنسبة لي استراتيجي. من ناحية تقنية تحتاج إلى منافذ وطرق ومحاور نقل، فهذا غير ممكن. يبدو بأن هناك إغلاق. لا غير ممكن أن يغلق، على لأن غلق المساس بالبواخر الروسية أو الاعتراض لها فهي الحرب العالمية. إذا كان كاين باخرة روسية ويتم اعتراضها فهي الحرب العالمية، ما فيهاش نقاش. الاتحاد الأوروبي أو أمريكا تمنع بواخرها الخاصة أنها تجلب من روسيا ولا تمنع كلها. وثم الموقف الجزائري نقول بلي أكثر قوة إذا كان بقي الموقف الصيني على هذا الحال. لأن نحن سياسيا نعتبر من دول عدم الانحياز، لأن أصلا كان هناك القطب تاع الاتحاد السوفيتي. صح. وكان القطب تاع وقال لافروف اليوم بأنه يعمل بأن روسيا تعمل من أجل نظام أحادي القطب. الآن ضد نظام أحادي القطب. الآن احنا موقفنا من الأول كان عدم الانحياز رغم ميوله بطبيعة الحال الاتحاد السوفيتي، ولكن كان عدم الانحياز. وبالتالي الصين تعتبر من بين الدول المهمة في هذه المجموعة وفي هذا. إذا بقى الموقف الصيني على حاله فهو موقف مهم، وبالتالي يقعد الموقف الجزائري ثابت، لأن الصين تعتبر نقطة أساسية أو متغير أساسي في هذه المعادلة، وبالتالي تزيد القوة تاع روسيا. والقوة تاع روسيا تأكد جيدا أنها بتحالفها مع الصين والهند. نظن أن بمجرد سقوط هذا التحالف الصيني الهندي سيكون هناك سقوط لروسيا. هو بالنسبة لو سمحت فقط ثبات الموقف الجزائري أعتقد أنه مفروغ منه. يعني ما نقدروش نتصوروا أنه الجزائر يوما ستدين ولو بموقف، ستدين ما تقوم به روسيا. هذه في كل الأحوال ستخسر روسيا، وما عندناش شيء رانا رابحين من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. صار لهم كما هم على الغاز، احنا من سيعوضونا في السلاح؟ طيب، ولكن عندنا علاقات مع الاتحاد الأوروبي، هل سوف أيضا تصمد إذا تحدثنا عن أمريكا بشكل مستفيض؟ ولكن بعد فاصل قصير سوف نفتح هذا الملف، ابقوا معنا مشاهدين الأعزاء. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء الى الجزء الثاني من برنامج كلام مباشر، ونتحدث عن زياره وزير خارجيه روسيا سيرغي لافروف الى الجزائر اليوم. وكان هنالك لقاء مع الرئيس تبون بعد لقائه مع نظيره وزير الخارجيه الجزائري.
أستاذ رضوان بوهيدل قبل الفاصل كنا بغينا نحكيه على الاتحاد الأوروبي. وإذا يعني سيرغي لافروف قال نعتبر موقف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل، طبعا كان يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تجميد الأصول الروسية سارقة، يعني قال على رئيس الدبلوماسية الأوروبية سارق. من أين قالها؟ من الجزائر. وقال بأن الاتحاد الأوروبي لم تعد لديه سياسة خارجية مستقلة وهو متضامن تماما مع سياسة الولايات المتحدة. يعني وأين قالها؟ قالها من الجزائر. يعني الجزائر وفرت منبرا للسيد لافروف أن يتحدث عن مواقف بلده بلغة براحة وكذا. والجزائر تربطها علاقات مع هذه الدول، يعني إلى أي مدى سوف يشكل هذا ربما تغيرا في الموقف الجزائري من ناحية علاقته بالاتحاد الأوروبي؟ لا هو لا حرج على الجزائر، لأنه التصريح هو لوزير خارجية ماشي أي دولة روسيا، ما صح. يعني لا هما لأنه يحاولون قطع كل وسائل التعبير، هو أنتي روسيا ممنوعة في أوروبا، في لافروف لا يجد وسائل إعلام يتحدث إليها، صح. فيعني حتى حاولوا أن يلصقوا بالرجل مؤخرا قضية هتلر ودمائه اليهودية. فلافروف حتى الآن يحاول كشخص يقال بأنه مكروه ومنبوذ، فيستقبل بعد ساعات بحفاوة في الجزائر. مسألة تبدو لا هي تبدو مشكلة بالنسبة للآخرين، أكيد هي قد تفسر يعني كما تفضلت أخي قادة، يعني ربما سيقومون بلوم الجزائر على الأقل، لماذا سمحتم للافروف أنه يتهجم علينا؟ لأنه ما قام به هو تهجم، وهذا حقه، حق مشروع، هم وشرا ميديرو رم يشوفوا أنهم يقومون بالدفاع عن أمنهم القومي. هذه الحرب في أوكرانيا هو دفاع عن أمن القومي الروسي، وأوكرانيا ما تقوم به هي الدفاع عن أرضها. هذا شيء يخص بلدي. الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي حتى يوقف توريدات، حتى كما قال الأستاذ حتى يحاصر اقتصاديا روسيا، لكن الاتحاد الأوروبي غير قادر، ماشي لا يريد، غير قادر أن يحاصر، لأنه هو الخاسر، لأنه روسيا لديها أعتقد الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي وكذلك الأمن الطاقوي، يعني تقدر تعيش محاصرة لسنوات. كوبا وما أدراك، العراق يعني بعد ما حاصروه لسنوات، العراق فقط، فما بالك روسيا. كلمة حصار بالنسبة لروسيا أعتقد أنها ما زال بعيدة. ولو أراد الاتحاد الأوروبي أو على الأقل عدد من دول الاتحاد الأوروبي أنها توقف كل توريدات من روسيا وتقاطع روسيا لفعلت ذلك منذ اليوم الأول، لكنها غير قادرة على ذلك. لا الولايات المتحدة يمكن أن تعوض تلك الخسائر ولا دولة أخرى في العالم، إذن هم مضطرون للتعامل مع روسيا. لذلك كما قلت أخي قادة في البداية هي حرب طويلة الأمد، هذا شيء شفناه الخبرات الأمريكية قالت بأن الروس لا ينتصرون والأوكرانيون لا ينتصرون، لا روسيا وبالتالي لا أعتقد الحرب ستكون طويلة الأمد. لا هو أنا في اعتقادي أن روسيا لا تريد انتصار عسكري، هي تبحث عن انتصار سياسي، تبحث عن انتصار يخرج من خلال تفاوض مع أوكرانيا بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، بعيدا عن الولايات المتحدة، لأنه الانتصار العسكري أعتقد أنه بيد روسيا، لكن لا تريد أن تنهي الحرب من خلال يقولون عملية عسكرية خاصة ودقيقة، حتى العالم كله كان ينتظر البارح في خطاب بوتين في احتفالات يوم النصر على أنه يعلن حربا شاملة، ولكنه اكتفى بالقول بأن هذه العملية العسكرية هي التي تبقى. ولكن قياسا بالاقتصاد أيضا أستاذ شنايت، يعني حجم التبادل التجاري، لا شك بأن الجزائر أيضا تراهن على هذه الأمور مع أي طرف، وعلى هذا الأساس يمكن أن نتحرك. شوف لما نشوف حجم التبادل التجاري، فحجم التبادل التجاري فيه نوعين، فيه الواردات والصادرات. نحن نصدر شيء الاتحاد الأوروبي محتاج إليه واحتياجاته زادت إليه، وبالتالي غير ممكن أنه يتخلى عن الصادرات الجزائرية اللي هي من قطاع المحروقات، هو يبحث عنها ويبحث عن الزيادة، صح. في الواردات، في الواردات إذا لم يوردنا فهو الخاسر، لأن احنا نروح إلى سوق أخرى، نبحث عن السوق الصينية، نبحث عن السوق الأمريكية، الأمريكان، الروس، معناتها من ناحية هذه ما غير ممكن، غير ممكن أننا نتأطل أو يتأطل، لأنهم يبحثوا على أسواق، على فتح أسواق، وبالتالي هي فقط مواقف كما قلت، مواقف سياسية يمكن أن تؤدي إلى تغيرات سياسية داخل هذه البلدان، مع انتهاء الضغط
نحو تغيرات سياسية داخل البلدان التي لا تمشي في الإطار الذي رسمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ونفس الشيء روسيا تضغط أنه اللي لا يمشي في هذا الإطار سوف يكون يعني حتى. ولكن الغرب هو الذي ألف على يعني الاختراق المواقع والبلدان من أجل يعني عمل انقلابات ضد البلد الذي لا يمشي ولا يسير مع مواقفه. الصعب الصعب أن شوف الصعب أين هو؟ الصعب أن لما يكون جيش مسلح تسليح كامل تسليح روسي فهنا صعب وصعب كبير، لأن حتى لو كان يجي أي تغيير وما يكونش الروس راضين عليه معناتها النجاح تاعه مستحيل ومستحيل أبدا. نشوف لما كان مثلا الدولة العربية اللي هي سوريا لما وقف روسيا وقفت مع النظام تاع بشار رغم كل الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي بعض جزء من مواطنين تاع سوريا ضد النظام تاع بشار إلا أن بشار بقي في الحكم لأنها لماذا؟ العزيمة تاع الجيش هي عزيمة من السلاح الروسي والنظام روسيا دار التحالف استراتيجي مع ماذا؟ مع هذا النظام، وبالتالي لو أنها دير تحالف استراتيجي مع الجزائر من غير ممكن أنها تكون هناك مدى تأثير على لا القيادة السياسية ولا على الجزائر اقتصاديا وحتى في الغاز قال لافروف أن روسيا والجزائر كل الدول المصدرة للغاز متفقة على الالتزام بالعقود التي سبق توقيعها، يعني لن يكون هنالك أي تغيير في التعاقدات بناء على قرارات أو تدخلات طويلة المدى يعني ما فيش تغيير وهو اقتصاديا يعني الحصار دار يعني خطوة جهرية أن الدفع يكون عن طريق العملة الروبل وانتعش الروبل وانتعش الروبل ثم بعد ذلك وانهار الأورو يعني أدنى مستويات يعني كان هنالك كان يعني على دائما نقول لك الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر في كل المقاييس معناها أنه كان يستشير بعض الاقتصاديين الروسيين معناتها هناك الحرب ليس حرب فقط عسكرية وسياسية معناتها حتى حرب اقتصادية ثم لما نشوف أنه حتى أصبح يقدم ترخيص يقدم ترخيص لبعض الدول أنه يقبل أنه تسدد له باليورو كما ألمانيا كما كذا معناته أنه أصبح موقف ليس موقف قوة يقدم ترخيص ولا ما يقدمش ترخيص ماشي رفض التسديد. طيب إلى أي مدى رضوان بوهيدل يمكن لهذه الزيارة أن تحدث أثرا أو تقرب المواقف بين الجزائر وموسكو في الملفات المفتوحة في المنطقة ليبيا و الصحراء الغربية والساحل الإفريقي؟ لا هو هذا ما سنشهده خلال الأيام القادمة أكيد خلال الأيام القادمة سنشهد الموقف الروسي يعني داعم للموقف أو المواقف الجزائرية المختلفة. نقطة جد مهمة أنه روسيا عضو في مجلس الأمن يعني الفيتو عندنا صديق استراتيجي لديه حق الفيتو يعني يمكن إقناع روسيا صديقين يصبحوا روسيا والصين الصين دائما ما كفل في مجلس الأمن يعني تاريخيا ما تمتنع بين مزدوجتين كما قلوا بالدارجة ما تربح العيب مع حتى واحد لكن روسيا يمكن أن يعني ترفع الفيتو ضد أي قرار ربما قرار في مجلس الأمن للاعتراف بالصحراء الغربية على أساس أنها جزء من المغرب. كل هذا روسيا ستقف إلى جانب الجزائر خاصة التراجع الفرنسي في القارة الإفريقية في ليبيا في مالي يعني في دول الساحل الإفريقي. روسيا راهي متواجدة اليوم في مالي من خلال الشركات ما يعرف أيضا بالشركات الأمنية. كل هذا الجزائر لو دعمت تواجد أيضا لما لا احنا نتعاون في إفريقيا مع روسيا ولا نتعاون مع فرنسا لأنه مع فرنسا جات دخلت بعد عملية سيرفال وبعدها برخان من أجل مكافحة الإرهاب والإرهاب ما خلاص زاد تفاقمت التنظيمات الإرهابية في المنطقة وغير دخلت بعدها بثلاث أيام عملية تيغر تورين فما بالك العمليات اللي جات من بعد. الأمر هنا مريب وغير بريء تماما لذلك احنا نفضلوا انا في اعتقادي التنسيق الامني والتعاون مع موسكو أكيد افضل اكيد وزياره اعتقد بعد زياره ما الدفاع على الاطروحه الجزائريه في انه كل بلد يحصل على يعني سيادته في ان يتخذ قرار وهكذا في مصلحتنا احنا نشوفوا الدول كما وقت
العلاقات السابقة مع المملكة المغربية، كانوا يطرحوا علينا أسئلة دائما نقولوا أوزنوا ماذا استفدنا وماذا يعني، ولو قطعنا العلاقات واش راحنا نخسروا؟ ما راح نخسروا والو، احنا ما راحش نروحوا نقطعوا علاقات مع أوروبا، ولكن نغيروا الوجهة بالنسبة للقمح. احنا لو نحبس استيراد القمح من فرنسا، فرنسا يسقط الاقتصاد الفرنسي، لو تشوف الارقام رهيبه وهي تعول على هذا، وهو ما تم في السابق يعني كان هنالك طريق في وجهه، هي لما فكرت نحو روسيا واوكرانيا واوكرانيا يعني كانت هناك زعزعه للاقتصاد الفرنسي. هي اللوبي الفرنسي دائما كان هو يحاول ان يضغط يعني صح. في كل الاتجاهات. الحاجه المليحه ان الاتحاد الاوروبي لا ينظر الآن إلى الجزائر على أنها الوكيلة يعني التي تأخذ قرارها من باريس، صح. بل قرارها سيد، ويمكن أن تذهب إلى موسكو عندما تنظر بأن مصلحتها مع الكريملين، ويمكن أن تنظر إلى واشنطن والبيت الأبيض عندما تكون المصلحة الجزائرية مع الاثنين نديروا كما تركيا، ويكون هناك اتزان المصلحة صح. تركيا تعمل على مصلحتها صح. ينبغي أيضا أن نعرف بأننا في منطقة صعبة الآن اقتصاديا. البارح كان هناك حديث عن بعث العملاق النائم في غرج بيلات المنجم الذي توقف لسنوات وما عرفناش الصين وما أدراك وما حركاتوش. نفس الشيء الغاز، أبوب الغاز والتلاعب الإسباني كل مرة يلعبوا يعني، واليوم مديرة المخابرات الإسبانية أقيلت بسبب فضيحة بيغاسوس لأن المغرب اشترى هذه التقنية وتجسس على رئيس الحكومة الإسباني الذي يبيع الموقف، باع موقف مدريد في الصحراء وغيرها. عندنا الصحة، المخبر الدنماركي فضيحة الأنسولين يعني اللي صارت هذه الأيام، والوزير الذي خرج إلى العلن. المسألة لا تبدو سهلة في اتخاذ مواقف وقرارات، وبالتالي يجب حسابتها بشكل دقيق، والأوبك وغيره لا 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 يجب حسابتها بها. يجب لو سمحت فقط في ويجب الاستفادة من الأزمة أكيد. دائما ماشي تدخل على إدارة أزمات كاين جمعية فرصة. خيرية صحيح، هذا دولة عندها مصلحة صحيح، نشوفوا مصلحة كاين أزمة أين هي الفرصة صحيح. نجيب أنا وإذا كان الغرب أو الناتو ينظر إلى جيراننا على أنهم وكلاء في المنطقة فالجزائر تصوب يعني شوف اهتمامها الى الطرف الاخر الذي يستفيد ويفيد. شوف هي كان ضغوطات من قبل على الجزائر، وكان ضغوطات من اجل القواعد العسكريه حتى في المنطقه، هذا مثلا ايضا حتى قواعد عسكريه في المنطقه، ولهذا الجزائر تحارب وتحارب بقوه بمواقفها السياسيه وبمواقفها الاقتصاديه. ثم هذه التحالفات الاقتصاديه هاي واضحه حتى الان، نتكلم على الصين شوفوا نقطه بنقطه، تكلمنا على الحديد، تكلمنا على ان الصين لانه هو تحالف استراتيجي. علاش قلنا تحالف استراتيجي؟ الصين روسيا الجزائر، ها هو التحالف. اذا هذه المعادن الموجوده في الجزائر اذا تم اكتشافها من طرف الصين او من طرف دول اخرى، اذا تم استخراجها كذلك، لان كاين الاكتشاف وكاين الاستخراج لانه هو موجود الان لسه، ثم كاين الاستغلال. هي ان المراحل مراحل طويله الان، هل يجب ان تكون فقط لدينا استراتيجيه لهذا العمل صحيح. استراتيجيه الاكتشاف، استراتيجيه الاستخراج، استعمال هذا الاستخراج وتحويلها من مواد اوليه الى مواد داخل الجزائر حتى نستفيد أكثر وأكثر، كذلك بناء بنية تحتية جيدة لاستغلال هذا الأمر، وفي الأخير يجب أن يكون هناك مناخ للاستثمار. احنا نشوفوا يعني مقارنة يعني لازم كذلك ننتقدوا أنفسنا، كذلك نشوفوا احنا مقارنة بالدول الإفريقية يعني مناخ الاستثمار احنا عندنا شوية ناقص مقارنة بدول أخرى، وبالتالي يجب بأي حال من الأحوال أن يكون عندنا مناخ استثماري قوي باش نجلبوا هذه الشركات ويستثمروا الشركات في الجزائر، ويكون هناك استقرار اقتصادي من أجل نمو الاقتصاد الجزائري، لأن حقيقة نعتبر أكبر دولة من ناحية المساحة، نعتبر لنا عدد سكان كبير، عندنا معادن، عندنا طاقات، ولكن عندنا اقتصاد ضعيف، يجب أن نعترف بذلك، وبالتالي النقطة هذه النقطة أساسية، يجب أننا نقوي اقتصادنا أو إقلاع متعثر للاقتصاد في كل مرة يجب أن نقوي اقتصادنا، لأن حتى نفترض أننا ندخل في أي حرب أو لن تكون يكون حصار الجزائر، روسيا حتى أصبح عليها حصار، سوريا حتى دخلت في حرب، العراق، ليبيا، وأحيانا الحصار لا يعلن عنه، إذن بطريقة غير مباشرة دون إعلان. إذن يجب أننا نهتم باش يكون عندنا مثل ما فعلت الأمريكا من حيث الأسلحة يعني الجزائر توجهت إلى روسيا لأن الولايات المتحدة كانت تمنع الأسلحة والتقنيات لتمنحها
إلا لحلفائها الذين يبيعون المواد السلاح. مش أي سلاح. أكيد. إذن يجب أن يكون هناك. طيب لأن الاقتصاد متعثر في البلد وكاين مشاكل داخلية. هنا نخرجوا على النص قليلا في موضوع الحلقة تاع اليوم باش نحكيوا أيضا على الحراك الذي يحدث في البلد. يبدو بأن الرئيس تبون بدأ مشاوراته وهذه المشاورات تأتي عقب أسبوع من نشر وكالة الأنباء الجزائرية لبرقية أو للحديث أو مقال شبه مقال يتحدث عن لم الشمل الكلمة التي استعملت، اليد الممدودة الكلمة التي استعملت. هل هنالك مبادرة من وجهة نظركما نضجت حتى الآن يعني وبدأ الرئيس في استشارة الأحزاب بخصوصها، أم أن الأمر ما يزال يعني بعيد عن تسميته بالمبادرة أستاذ بوهيدل؟ لا أعتقد هي مبادرة، ما لأنه شفناها فعليا مبادرة سياسية بالدرجة الأولى أكثر منها ربما اقتصادية واجتماعية. سياسية مدام الشيء اللي شفناه هو لقاء مع عدد من رؤساء الأحزاب، كان واحد كان منافس له في الرئاسيات السابقة، هذه ما نقدروش نتجاوزوا هذه النقطة ببساطة. يعني واحد كان معارض تماما لاحتل الرئاسيات إلى آخره، اليوم يجلسوا على طاولة واحدة يتشاورون. احنا كنا ننتظر أنه بن قرينة مثلا يتحدث يقول فحوى، يعني كل ماشي التقيت بالرئيس إلى آخره. صح. يعني وحتى جلالي سفيان وربما هنالك اتفاق على أن الرئاسة هي التي تعلن عن هذه المبادرة وليس الأحزاب التي تستقبل. طيب نستكمل النقاش أستاذ رضوان بعد فاصل قصير، ابقوا معنا مشاهدين. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء. قبل الفاصل كنا نتحدث عن ما توصف بانها مبادره وحتى الان لم تخرج الى العلن، وكنت تحكي الاستاذ بوهيدل على انه لماذا لم يتم الحديث عنها صراحه، وهنا يعني ربما لانها لم تنضج بعد وحتى الاطراف التي تستقبل ربما لم تخول ان تتحدث عنها. ما رايك؟ لا هي كل شيء وارد في هذا النقطة، ربما حتى يتم استكمال كل اللقاءات، لأنه لا أعتقد أنه المبادرة تخص بن قرينة وجلال صفيان فقط، أكيد هناك رؤساء أو ما سيستقبل بعده. أكيد أكيد كان هناك ليس فقط حزب، ربما شخصيات وطنية، ربما المجتمع المدني. كل هذا يوحي بأنه هناك تغيير راهو قادم يعني. ونحن مقبلون على ذكرى جد مهمة وهي الذكرى 60، حتى الرقم ماهوش رقم 61 ولا 59 و58، الذكرى 60 لاستقلال الجزائر. اعتقد انه حيكون تغيير، ربما انا اقول ربما الانتقال من مرحله من فشلوا من التكنوقراط خاصه في الحكومه، ربما العوده الى حكومه تكون اغلبها سياسيه على الاقل. هذا هو لم شمل الاحزاب السياسيه في حكومه واحده مع رئيس يعني متحزب. تعتقد بان الامر له علاقه بتغيير حكومي بأن هذه المشاورات لم تعلن على أن الأمر يتعلق بتغيير حكومي في اعتقادي، لأنه لما الشمل يبدو مسألة عامة تتجاوز الحكومة أو تسمية الوزارة. لا هو أكيد، لكن جزء منها أعتقد أنه حتكون إجراءات، أنا قلت إجراءات من بينها أو أهمها. أنت كدير عهدة، راك في منتصف العهدة، هذه المبادرة تبدو بأنها أكبر. لا هي أكيد أكبر. ما رأيك سيد شنايد؟ شوف المبادرة هي مبادرة أكبر. لماذا؟ أولا لو كان لاحظوا أن البيان الرئاسي اللي أكد على هذه المبادرة جاء في شهر ماي، وهو قريب من شهر جوي 5 جوي. ثم احنا نقولوا بلي الموقف ليس البيان، تقصد المقال تاع وكاله الانباء. ثم الموقف الجزائري المتزن اللي كنا نتكلموا عليه، معناتها اننا الان رانا ما بين دولتين عظميتين. الان الموقف الجزائري باش يكون متزن لازم تكون الجبهه الداخليه متزنه، وبالتالي من الضروري اننا نكون هناك لم شمل لكل الاطراف سواء الموالاه او المعارضه على موقف واحد لصالح هذا البلد ولصالح هذا الوطن، خاصة المواقف الخارجية، خاصة فيما يخص المواقف السياسة الخارجية وبعض المواقف الأخرى المعروفة. أما المواقف الداخلية فيمكن أن نختلف بطبيعة الحال، والاختلاف رحمة في هذا المجال. ثم كان هناك إعلان
في ندوة صحفية على أولى في 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 لقاء مع الصحافة على تغيير حكومي، يعني من بين النقاط حيكون هناك تغيير حكومي، وبالتالي في المشاورات حتكون نقطة من النقاط في الحكومة رؤيتهم تقييم لهذه الحكومة، لأن يكون رئيس الجمهورية قيم الحكومة هذه ما دام بدأ رأي على بعض أفرادها بدون أن يذكرهم باسم بالاسم، وبالتالي طيب هذه النقطة ربما هي اللي دفعت السيد بوهيدر باش يقول بلي المسألة عندها علاقة بتغيير حكومي، قريب نحو حكومة يعني سياسية، المبادرة قد تكون أوسع من تغيير حكومي، ولكنها قد تبدأ بتغيير بعض الوزارات، ولهذا وهذا ما قاله يعني إشراك الأحزاب فعليا أو تعديل كلي، ممكن أنه يكون تعديل جزئي، بس عندنا تصحر سياسي رأو في البلاد، يعني لولا ما قال وكالة الأنباء الجزائرية لما سمعنا بعض الأصوات والحزبية ولما تذكرناها في الإعلام. المسألة هل عندها علاقة بأن السلطة تريد لهذه السنة أن تكون سنة اقتصادية؟ الظروف الخارجية اللي كنت تحكي عليها قد تكون سببا ربما في توحيد الرؤى إلى حد ربما تجاوز الخلافات الداخلية، هذه رؤية. فالمسألة تبدو عندها علاقة أيضا بما يحدث من تصحر سياسي، أداء المقال تاع وكالة الأنباء يحكي على المجتمع المدني، يعني المسألة تبدو أوسع من الأحزاب، عن الشباب، يعني كل الأمور، لذلك هي لم تنضج بعد، تنتظر التفاصيل. لا أكيد، وما ننساش ذكرى أخرى هي الذكرى الأولى للحرائق ومحاولة خلق فتنة في الجزائر، يعني الحديث قبل الصائفة والحرائق رانا نشوفها يعني تقريبا كل سنة، لكن الصائفة الماضية كانت فيه محاولة لخلق فتنة، مقتل الشهيد الشاب جمال بن اسماعيل. أعتقد أنه كل هذا يدخل في إطار واحد في اعتقادي، لأنه حتى لو كان أخي قادارك قلتها جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، هي اللسان الرسمي للجزائر، يعني وكالة الأنباء هو ليس يعني ما قال، هي جات في شكل برقية ولا برقية، صحيح برقية، جات في شكل برقية، ما راحش تجي اعتباطية، هي تشبه الخطاب السياسي. احنا قلناها في اليوم الأول، هو خطاب سياسي اختاروا له قناة معينة، قولوا لي نديروا في بيان ولا يدير عبد المجيد تبون كما موالف لقاء مع الصحافة، اختاروا وكالة الأنباء، ربما سيفسر، أنا في اعتقادي من الضروري أن يفسر في اللقاء القادم مع الصحافة، ما نقدروش نعرفوا كيف يكون، لكن أكيد يعني أي صحفي راح يتلاقاه سؤال الأول ماذا تقصد بلم الشمل ومن والرئيس تقصد؟ سيقدم التوضيحات بخصوص هذا أمر ضروري قبل ذكرى عيد الاستقلال. طيب الظروف الخارجية حكينا عليها في حتى مع زيارة لافروف، ولكن الظروف الاقتصادية هل هنالك وعي يعني رهانة الاقتصادية من كل الأطراف؟ شوف لا انا قلت لماذا قلت في كلامي الاول ان الاقتصاد الجزائري يعاني من عده مشاكل، ومن الضروري اننا نقفز نحو الامام وعدم البقاء في هذه النقطه، لان حقيقه الان قانون الاستثمار اللي كان حيجوز يمر على الحكومه على مجلس الوزراء تم تاجيله، ولكن هذا القانون الاستثمار ما يكفيش وحده، لأن غير ممكن أن يكون هناك استثمار في هذا البلد بدون سياسة واضحة، لازم يكون هناك استقرار، يجب أن يكون هناك انقاص في التضخم، في معدلات التضخم، لأن معدل التضخم هي مرتفعة، مما يؤدي إلى معدلات سعر الفائدة لازم تكون مرتفعة، وبالتالي باش ينقص معدل التضخم يجب أننا ننقص من عجز في الميزانية، وباش ننقص في عجز في الميزانية باش ننقص من الدين الداخلي والدين الخارجي في هذا المجال، لأننا يجب أننا نحسن ونرشد نفقاتنا في التسيير ونفقاتنا في التجهيز، وباش نحسن نفقاتنا في التسيير والتجهيز يجب أولا وقبل كل شيء أننا نوقف الدعم هذا، الدعم الغير مباشر، ونبحث عن الدعم المباشر. احنا الآن نعطي مثال فقط بسيط، نحن ندعمه في مادة معينة، أي مادة تسميها، هذه المادة المبالغ اللي ندعمه فيها نترك، نبدأ مادة بمادة، نترك هذه المادة إلى حرية السعر، وهذاك الفرق اللي كنا ندفعوه للمؤسسات نروحوا ندفعوه للمواطن البسيط مباشرة، ونسميوها في الأجرة تاعو القطاع الخاص، منحة الددعم، منحة الدعم، منحة الدعم، نسميوها بهذا الاسم، منحة الدعم، قال منحة الدعم
نبداو بالحالي مثلا رانا ندعموا فيه 25 دينار هو يسوى 25 هو يسوى 50 دينار في الواقع هي 25 دينار للكيس كل واحد اجير شحال يكونسومي معناتها شحال زوج اكياس في اليوم معناتها عنده 25 دينار 25 50 دينار نعطيو له ملحه تاع 50 دينار كل يوم صافيه بدون ضريبه ولا كذا ونحيو الدعم تاع الحليب ويولي المواطن نتظر ان يكون هنالك وعي سياسي كل ماده نحيو لها الدعم ونعطيو مبلغ الدعم الى الراتب تاع المواطن وبالتالي اللي راح كل ما تكون موجوده ممتاز. والانسان يقدر يدفع هذا المبلغ بصح ننتظر الحكومه التي تكون لها يد قويه لاتخاذ هذه القرارات ليست اليد التي ترتجي والبرلمان الذي يراقب ويشرع صحيح لان كل شيء ياتي من الرئاسه والاحزاب لا تظهر الا في لقاءات ومشاورات طيب الكل ينتظر هذه المبادره وعندما تظهر في تفاصيلها اكيد سنتحدث عنها يعطيكم الصحه رضوان بوهيد الاستاذ العلوم السياسيه وسيد مراد شنيط استاذ الاقتصاد يعطيكم الصحه السلام عليكم.